تساءل البطريرك الراعي في عظة الأحد أين ضمير المسؤولين حين يتفشى السلاح غير الشرعي على مساحة الوطن وسلطة الدولة في تقلص مخيف. أين ضميركم أيها المسؤولون السياسيون حين السلاح غير الشرعي المغطى سياسيا يتفشى ويتزايد على مساحة الوطن وسلطة الدولة في تقلص مخيف؟ هل ضميركم المهني مرتاح حين تشل الأزمة السياسية بلادنا وحين تعجزون عن وضع قانون للانتخابات بعد سنوات من دروس لجان وطرح مشاريع؟ هل يتساءل المسؤولون عندنا عن مصير لبنان الأمني والاجتماعي والديموغرافي والسياسي والثقافي من جراء هذا النزوح؟ الكاردينال الراعي، وما إن تطرق إلى قضية استقالة الحبر الأعظم في عظته حتى أجهش بالبكاء فقاطعه المؤمنون بالتصفيق مطولاً.